السلام عليكم. في سوق قطرة مظاهرة نسوية بمدينة حديبو تهتف بالروح بالدم نفديك يا يمن، وتؤكد على يمنية جزيرة سوق قطرة، وتجدد تأييدها ودعمها للرئيس هادي وحكومة بن دغر. فماذا يحدث في سوق قطرة؟ هذه الجزيرة التي جاء الحديث عنها في آخر مقالة للإندبندت بعنوان جزيرة سوق قطرة، الجوهرة العربية المحمية من اليونسكو والمختفية وسط الحرب الأهلية في اليمن. تقول الإندبندت أن الإمارات قد ضمت الجزيرة لها فبنت قاعدة عسكرية وأنشأت شبكة اتصالات وأجرت تعدادا خاصا بها، وتقوم بدعوة سكان الجزيرة للسفر إلى أبوظبي، ومنحتهم تصريحات سفر علاجية وتصريحات عمل خارجية. غير أن التحركات العسكرية الأخيرة في سوق قطرة من قبل الإمارات، والتي تزامنت مع تواجد رئيس الحكومة وعدد من وزرائه في سوق قطرة، أمر أثار جدل الشارع اليمني والسوق قطري، خصوصا وسط جملة الاحتمالات والتكهنات حول ما يمكن أن يحدث عقب الاستنفار الحاصل بالجزيرة نتيجة وصول قوات عسكرية إماراتية وفرضت طوقا أمنيا على المنافذ الحيوية. هذا الاستنفار جاء نتيجة حضور الدولة في الجزيرة وقيام رئيس الوزراء وعدد من أعضاء حكومته بمهامه تجاه محافظة أرخبيل سوق قطرة. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يتساءل لماذا لا تتحدث الحكومة كصاحبة حق، وأن اليمن دولة ذات السيادة وعليها أن تتعامل وفق ذلك، وما هو دور الحكومة وخيارات التصعيد السياسي والدبلوماسي، ولماذا لا تقدم خطابا لمجلس الأمن أو تطالب السعودية بإنهاء دور الإمارات ورفع سقف المفاوضات؟ ما مخاطر نقل النزاع من معركة استعادة الدولة إلى معركة السيطرة من جديد؟ وعن ماذا عن تصريحات الإمارات التي تهاجم اليمنيين؟ هذه الأسئلة ستكون معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. نذهب لمشاهدة التقرير ثم نعود لبدء النقاش. تختلف عناوين الأزمة لكنها تتفق في أن اليمنيين يخوضون نزاع السيادة في معركة استعادة الدولة من ميليشيا الحوثي إلى معركة ضد محاولات السيطرة التي تسعى الإمارات لفرضها في جنوب الوطن. غير أن الأكثر خذلانا كما تراه شريحة واسعة من اليمنيين هو عجز الحكومة عن الوقوف أمام الناس، بل والوقوف أمام انكشاف أهداف الإمارات ومساعيها، وتحديدا ما يحدث مؤخرا في محافظة سوق قطرة. فالإمارات التي تواجدت تحت غطاء إنساني عقب التدخل العربي المؤيد للشرعية بدأت في محاولات رسم خارطتها الديموغرافية عبر التأثير على ثقافة الناس وخلق حالة الانفصام بين اليمنيين. غير أن ما حدث مؤخرا استنفر الشارع اليمني وخلق موجة احتجاجات وقلق عبر عنه الشارع السوق قطري ذاته، مؤكدا هوية الجزيرة. فما هي مبررات الإمارات إذن التي تستدعي جلب الأسلحة الثقيلة في منطقة تعد محمية طبيعية وفق اليونسكو، بل وبعيدة كل البعد عن النزاعات المسلحة؟ غير أن زيارة الحكومة لسوق قطرة، والتي أثارت حفيظة أبو ظبي خصوصا أمام موجة الترحيب التي قوبل بها رئيس الحكومة، والشعارات التي رفعها الشارع السوق قطري تأييدا للشرعية وتأكيدا ليمنية الجزيرة. رئيس الحكومة ومنذ مقدمه إلى المحافظة كما يبدو أزعج التواجد الإماراتي في سوق قطرة، فبدأت بمحاولات إعاقة الرجل وكشرت عن أنيابها ودفعت بقوات عسكرية إلى الجزيرة ونشرتها في مواقع حيوية أبرزها الميناء والمطار الذي أحيط بقوات عسكرية لتطرد القوات الأمنية اليمنية منه، حتى أنها منعت الفريق الحكومي من لقاء اللجنة السعودية التي وصلت سوق قطرة لاستطلاع ما يحدث. إذن لا يخفى على أحد النفوذ الإمارات في المناطق الجنوبية ومحاولاتها المتعددة لكسر هيبة الشرعية وفكرة المقاومة أمام اليمنيين، ناهيك عن أضرار كثيرة تحيط بأبناء الشعب، وهو ما أكدته الإندبندنت عن احتلال الإمارات لسوق قطرة مع إمكانية تشكيل جنوب اليمن الجديد باعتباره إمارة ثامنة. غير أن الرهان لا يزال على اليمنيين الذين تبقى لهم كلمة الفصل ككل الشعوب التي قاتلت من أجل انتزاع أوطانها من إمبراطوريات عظمى وليس من دولة ناشئة. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا بداية دكتور صالح سميع، محافظ المحمية ووزير سابق
من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير دكتور صالح. مساء النور. إذن يعني دكتور صالح، يعني ونحن نتحدث عن سقطرة وخيارات الحكومة إزاء ما يحدث، كان لديكم تصريح سابق حول هذا الأمر، حول خصوصا التصريحات التي توالت من بعض مسؤولي الإمارات حول الجزيرة، هل يعني عقبت لنا عما يحدث؟ أولا لم أسمع تقريركم، لكن على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة. ما حصل في سقطرة حقيقة مؤسف، والموضوع الآن في طريق إلى المعالجة إن شاء الله بواسطة المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله يحل الموضوع. الموضوع لاقى سخط شعبي عام، وأنا في الحقيقة متألم على محمد بن زايد، ولست متألما منه، لأن الرجل سلك مسلك محا الشعبية التي كان قد حصل عليها في بداية العاصفة. حقيقة نال شعبية كبيرة هو وخادم الحرمين الشريفين، لكنه سلك مسلكا خاطئا، تمسك بمجموعة، مجموعة صعاليك، فأضبطوا شرا وترك الشعب اليمني بكل مكوناته، ترك المؤتمر، ترك الإصلاح، ترك الوحدوي الناصري، ترك الاشتراكي، ترك حزب العدالة والتنمية، ترك حزب الرشاد السلفي، ترك الجميع وتمسك بشرذمة صغيرة يعني متقوقعة في مكان معين في الجمهورية اليمنية، وترك اليمن بطولها وعرضها. فهذا كان على حساب شعبيته التي نالها في بادئ الأمر. جاءت مشكلة سقطرة فزادت الطين بلة، وصار ينظر للرجل على أنه عبء أكثر من كونه حل للمشكلة اليمنية. لكن نأمل في قادم الأيام أن تحل هذه القضية وجود المملكة العربية السعودية، وأيضا هذا التصرف شكل إحراج للمملكة الأيام القادمة إن شاء الله. وعلينا أن نتفائل، فنرى الجيش الوطني بالتحالف بأجندة موحدة، وإن شاء الله يتم دمج الميليشيات التي ما زالت خارج إطار الدولة، دمجها وإلحاقها بالجيش الوطني، ونعمل بنفس واحد حتى نحقق الأهداف. نعم، اسمح لي دكتور صالح. حركة الحوثي إن شاء الله وهي الغرض الأساسي. فضل. نعم، اسمح لي دكتور صالح، يعني دعني أتحدث بصراحة معك، يعني لما نحمل فشلنا دائما الآخر؟ الآخر لديه أطماعه السياسية ووجد فرصة سانحة فيعني هجم وأراد أن ينفذ مخطط معين في رأسه. يعني لما لا تتحدث الحكومة؟ لما ظلت تنتظر كل هذا الوقت إلى أن وجدت المعدات العسكرية، ووجدت أن السيطرة فعلا بدأت تنفذ من بين يديها، ووجدت تحديا واضحا لسيادة الدولة على هذه الجزيرة؟ منذ متى ونحن نغرد بأن الإمارات لها أطماع مختلفة في سقطرة؟ يعني إلى هذه اللحظة لم نجد أو لم نسمع موقفا رسميا واضحا بشأن ما يحدث في الإمارات في سقطرة. يا ابنتي العزيزة، الذي رجله في النار غير الذي رجله في الماء. والله كلنا أقدامنا في النار يعني. القضية معقدة، القضية معقدة. على أي حال، لننسى الماضي ونكسد على الماضي بكل سلبياته وننظر إلى المستقبل. الحكومة الآن رفضت أن تغادر جزيرة سقطرة إلا بعد سحب القوة الثقيلة التي لا يوجد حوثي واحد لتقاتله، ولا توجد قاعدة، ولا يوجد داعش. جزيرة نظيفة، النظيفة في كل شيء، في قلوب أهلها، في وحدوية أهلها، في طبيعتها وجمال النباتات فيها. تسحب القوة الثقيلة إلى جبهة الساحل حيث الحوثي مباشرة
وإن شاء الله ستغادر الحكومة الأمور ماشية في هذا الاتجاه. ربما من المصلحة أن لا يكون الخلاف علني، لكن هناك خلاف على الأرض. نعم. وما رفضت العودة من سقطرة، وهي بذلك تصرح عمليا في هذا، ما فيش داعي للكلام في وسائل الإعلام، عمليا رفضت المغادرة، وهي باقية في سقطرة إلى أن تغادر القوات الموجودة إلى جبهات القتال. هذا ما يجري الآن، واللجنة السعودية تعمل بصمت، وأرجو كل وسائل الإعلام أن تساعدنا في هذا الاتجاه، وإن شاء الله سنصل إلى بر الأمان. وأنا على يقين أن اليمن في قادم الأيام إلى خير، سنرى يمن جديد إن شاء الله. قد تقولي أنني متفائل زيادة، لكن هذا ما أراه في الأفق. ما يجري الآن هو امتحان، ولو كنت مكان محمد بن زايد لسلكت سلوك آخر، لكن لعل الواقع أعطاهم دروس غير ما كان في أذهانهم عندما اتخذوا قرارات طائشة ليست لا في مصلحتهم هم ولا في مصلحة اليمن كبلد. إذن دكتور صالح، يعني هل نتوقع، يعني بحديثك السابق، يعني هل أفهم منه بأننا قد نشهد تحالفا، إما يعني عودة الإمارات إلى أجندة التحالف الموحدة أو خروجها منه؟ هذا الخيار لهم هم، الخيار لهم هم. إن أرادوا أن يبقوا على العين والرأس بس يعني بأجندة موحدة للجميع، تأتي في سياق الغرض الذي أتوا من أجله والذي طلبوا من أجله. فإن بقت الإمارات على هذا النحو فعلى العين والرأس، ما لم الحكومة ستضطر آسفة إلى أن تتخذ موقف ربما يعني كنا لا نتمنى، لكن لا بد منه. وإن لم يكن غير الأسنة مركب، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. نعم دكتور، لو اطلعت على المقال التي نشر في الاندبندنت، تحدثت عن ممارسات احتلال ونهب بيمارسها الاماراتيون في سقطرة، واشياء يعني للأمانة يعني مثيرة للحزن ومثيرة للأسى ان يعني يحدث هذا في جزء من بلدنا. بل ايضا قالت المقال ان الاماراتيين يضمرون نوايا احتلالية وخطوات من قبيل استفتاء للشارع في سقطرة إذا ما كانوا يريدون الانضمام إليهم إلى دولة الإمارات. يعني هنا يعني يجب استشعار الخطر دكتور، خاصة وأن هناك محاولات لأخذ يعني رأي الإماراتيين أو ردهم حول هذه التهم أو الشائعات التي توجه إليهم، ولم يجدون لها ردا. يعني ألا يجب اتخاذ موقف واضح قبل التورط أكثر، أو قبل أيضا أن يعني تعلم أنت مدى بساطة الشعب السقطري، مدى يعني احتياجه لكثير من مقومات الحياة التي قد توفرها له الإمارات؟ أنا أعتقد أن الشعب اليمني قد عبر بوضوح عن رفضه للتصرفات الخاطئة لمحمد بن زايد بوضوح، وأعتقد أن الرسالة وصلت إلى حد أن هناك من يشبه التصرفات التي يقوم بها في غرابتها بالتصرفات الغريبة لمعمر القذافي في أواخر القرن الماضي ومطلع القرن الحالي. كانت تصرفات غريبة، يشبه هذه التصرفات بأنها أكثر غرابة. فأعتقد الرسالة وصلت، وأنا أتمنى أن يبقوا في التحالف وأن يقفوا مطولاً أمام الفترة الماضية ويقيم تصرفاتهم بحيث يكسبوا قلوب الشعب اليمني. محمد بن زايد كسب الشعب اليمني في بداية العاصفة شعبيته، وكانت أن تتحول الآن إلى صفر. جاءت مشكلة سقطرة زادت الطين بلة، وأعتقد أن الناس عبروا عن آرائهم بوضوح تجاه هذا الموضوع، ويكون الدرس قد وصل. ذلك ما نتمناه ونرجوه، ونعتبرها سحابة صيف يعني عبرت وانتهت، ونعود إلى قضيتنا الجوهرية وهو الحوثي وإيران في المنطقة في جنوب جزيرة العرب.
هذه هي القضية التي يسعى الجميع إليها، ولعل وعسى وسيأخذ الناس بالأسباب كاملة، فإن تمت فبها ونعمت، ما لم سيأتي لكل حادث حديث. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور صالح سمية محافظ المحويت والوزير السابق، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ توفيق الحميدي الناشط الحقوقي. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك أستاذ توفيق. كنتم فيما سبق يعني في تقاريركم أشرتم إلى ملفات شائكة جدا عما يحدث في عدن من قبل الإمارات، وأيضا السجون السرية التي يعني تنشئها الإمارات هنا وهناك. يعني هل نتوقع أن يعني تزداد يعني هذه الممارسات وأيضا العنف من الإماراتيين للشعب الذي يعيش في سقطرة في محاولة إسكاتهم أو إخضاعهم أو إخافتهم إذا ما أرادوا التعبير عن غضبهم مما يحدث؟ حقيقة نحن نستطيع أن نوصف ما يحدث في سقطرة أو في عدن أو في أي منطقة من المناطق بأنه ممارسات لتقويض سلطة الدولة الشرعية. دولة العلاقة التي تحكم اليمن بالتحالف العربي هي محكومة في إطار رسالة الرئيس هادي لمجلس التعاون الخليجي سابقا، وهذه الرسالة حددتها بأمرين. الأمر الأول القضاء على أو الحوثيين واستعادة الدولة الشرعية، وبالتالي نستطيع أن نقول كل ممارسات دولة الإمارات أو غير الإمارات خارج إطار هذه الرسالة يندرج ضمن الاعتداء على سيادة الدولة، ويمكن أن يصنف بأنه فعل احتلالي مدعوم بقوة عسكرية. بعد استعادة عدن لاحظنا أن هنالك ثلاث مسارات خطيرة لتقويض السلطة الشرعية في عدن، في السلطة الشرعية بشكل عام، وهذه الثلاث المسارات لم تتحدث عنها سام فقط، وإنما أيضا تحدث عنه تقرير لجنة الخبراء بكل وضوح. المسار الأول كان تقويض الدولة الشرعية بإنشاء جماعات مدفوعة الأجر، هكذا وصف تقرير لجنة الخبراء، وهذه القوات هي الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والقوات الشبوانية، وهي غالبا أو جميعها نشأت في عام 2016، وهي تشترك في عدة أشياء: أنها تعمل خارج هيكل الدولة، أنها تمارس انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، والأمر الثالث إلى أنها تستلم أموالها أو تسلح وتمول إماراتيا. المسار الثاني كان عبارة عن دعم، عبارة عن سياسي، وهو دعم تشكيلات وهيئات سياسية أيضا لا تعترف بالحكومة اليمنية وتمارس أفعال صوتها بوضوح خارج الدستور اليمني، لديها أعلامها إلى غير ذلك، وتحدث أيضا عنها تقرير لجنة الخبراء في هذا الصدد. المسار الثالث أن هذه القوة أعطت لنفسها سلطة ممارسة صلاحية الدولة اليمنية مثل يعني إدارة المواني، تصدير النفط إلى غير ذلك، وهذه كلها أفعال يجب أن تصحح، وما لم فتصنيفها وفقا للقانون بأنها أفعال احتلالية. نعم، إذن أستاذ توفيق يعني بعد هذه التوصيفات التي ذكرتها يعني ربما أيضا هناك دور للحكومة فيما يحدث وهو الصمت خلال الفترة الماضية، وخاصة تعيين المحافظين يعني كما وصفتهم الاندبندنت في مقالها بأنهم يعني ينتمون للإمارات أو يميلون إليها وهم محافظين متعاقبين، يعني ألم تستطع الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك؟ هذا الآن مطلوب من الحكومة الشرعية أن تكون واضحة في تحديد علاقاتها أو إعادة رسم العلاقة في التحالف العربي، وأعتقد أن الوزراء كثير من الوزراء بعضهم قدم استقالاتهم والبعض الآخر ما زال في الحكومة ووضحوا وتحدثوا بكل وضوح، وكان آخرهم رئيس مجلس وزير الخارجية الذي دعا إلى إعادة رسم العلاقة، وأيضا نايف البكري بعد أحداث وزير الشباب الرياضة بعد أحداث سقطرة. الحكومة الشرعية اليوم مطالبة باتخاذ موقف، بموقف يعيد الاعتبار للسيادة اليمنية
ويتناسب مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والدستورية اليوم للحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية وعلى سيادة الدولة. نعم أستاذ توفيق، يعني أين منظمة اليونسكو التي تعد سقطرة إحدى محمياتها مما يحدث يعني في هذه المحمية؟ هناك تجريف للآثار، هناك عبث، هناك أيضا إخلال بمناخ سقطرة من ناحية تجريف الساحل، ومن ناحية أيضا تشويه ملامحها التي لم تشهد أي مظاهر عسكرية من قبل، وهناك يعني صدمة إن صح لي القول في بوجود مدرعات وآلية عسكرية ثقيلة في الجزيرة. لماذا هذا الصمت؟ يعني لما لا نجد اليونسكو تتحدث للدفاع عن إحدى محمياتها؟ أنا اطلعت على تقرير وضع أمام مكتب رئاسة الجمهورية يتحدث عن مجموعة من الانتهاكات التي تستطيع أن تقول بأنها متعلقة بالأمور البيئية المتعلقة بالتجريف البيئي داخل سقطرة، لكن أنا لا يمكن أن ألوم منظمة أممية أو دولية ما لم يكن هنالك تحرك جدي من قبل الحكومة اليمنية نفسها. اليوم يجب أن لا نلوم اليونيسيف وأن لا نلوم الأمم المتحدة قبل أن نرى ما هي التحركات الحكومية سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى الجهات المعنية ومخاطبة هذه الجهات. بعد ذلك نستطيع أن نقول بأن الحكومة وجهت رسالات، بأن الحكومة تحركت، بأن ثم لم يتحرك أحد، لكن الآن الحكومة ما زالت صامتة، وهذا الآن تتحمله الحكومة بالدرجة الأولى لأنها هي المسؤولة أمام المجتمع الدولي عن كل ذلك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك توفيق الحميدي الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. إذن مشاهدينا الكرام نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود لمتابعة هذه الحلقة. آلاف من الألغام زرعتها ميليشيا الحوثي لتحصد أرواح اليمنيين، يزرعون الموتى ويوزعون الخوف، وهناك من يسعى لنزع الموت وزراعة الحياة. جديد مشاهدينا الكرام، واسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ فتحي بالأزرق رئيس تحرير صحيفة عدنا الغد عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك أستاذ فتحي، وبداية كيف تقرأ المشهد إزاء التحركات الأخيرة من قبل الإمارات؟ الحقيقة أن ما يحدث في جزيرة سقطرة اليوم هو نتاج لعلاقة مشوهة فيما بين أطراف التحالف العربي منذ عام أو ربما منذ عامين. هذه العلاقة المشوهة وانحراف العلاقة فيما بين الحكومة الشرعية من جانب ودولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف بشكل عام، حينما ظل التحالف طريقه صوب صنعاء وتحول صوب أهداف أخرى، كان يفترض أن هذه نتيجة متوقعة لعلاقة مختلة بين الجانبين. التحالف العربي ذهب إلى اليمن لإنقاذ اليمنيين وتحرير صنعاء واستعادة الشرعية، لكن للأسف الشديد وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها أن الدول الخليج وتركيا وقطر والعالم تحول إلى صراع دولي كبير في منطقة خليج عدن والبحر العربي، وللأسف الشديد اليمن تحولت كلها إلى ساحة صراع إقليمية، وهذا الصراع للأسف الشديد انعكس على وضع الحكومة الشرعية، وضع الجزيرة في سقطرة، الوضع في عدن، الوضع في المكلا، الوضع في مأرب، الوضع في تعز. تحولت المعركة من يافطتها الأساسية تحرير اليمن واستعادة الحكومة الشرعية إلى صراع مصالح إقليمية أطرافها قطر والإمارات والسعودية وتركيا، وربما تدخل أمريكا وإيران وبريطانيا والدول كلها. هناك حاجة ملحة وضرورية لتصويب العلاقة فيما بين الحكومة الشرعية والإمارات، أما أن يذهبوا جميعا صوب
أجندة سياسية موحدة تنهي الانقلاب في اليمن، أو أن تقول الحكومة الشرعية للإمارات كثر الله خيركم إلى هنا وتوكلوا على الله، لأنه ما يحدث حقيقة في اليمن بشكل عام تحول إلى صراع سياسي. الحكومة لها أجندة الخاصة والإمارات لها أجندة الخاصة، وكل هذا تسبب بحالة من القطيعة أولا بين الجانبين ثم الاشتباكات في عدن، والآن وصولا إلى حالة التوتر الحاصلة في سقطرة. الحالة السياسية بين الطرفين مشوهة، وللأسف الشديد هذا لن يعزز جهود إنهاء الانقلاب في اليمن، ولن يعزز قدرة الحكومة للسيطرة على المناطق التي تديرها، ولن يعزز أي نجاح. حتى الإمارات نفسها لن تستطيع بأي شكل من الأشكال أن تفرض سيطرتها على سقطرة أو على عدن أو على أي مكان في اليمن، سواء كان شمالا أو جنوبا. من يوهم الإمارات أنها ستبسط سيطرتها وستصبح القوة الأولى، لا، للأسف الشديد يكذب عليها. اليمن بشكل عام ترفض أي احتلال أجنبي، اليمن ترفض الوصاية، اليمن ترفض أي شيء، وفي حال ما انطلقت شرارة كفاح مسلح ضد أي طرف دولي، اليمنيون للأسف شديد أو لا أقول بالأسف شديد، لكن لهم تجارب في هذا الجانب. ولا أتمنى أن يصل الأمر في اليمن أن التحالف يصبح عدو لليمنيين بشكل أو بآخر. التحالف والإمارات بالذات لها أيدي بيضاء كثيرة في اليمن، ولها حضور إيجابي خلال السنوات الماضية، ونتمنى أن هذا التحالف وهذا الوجود وهذا الحضور أن يظل ناصع البياض، وأن يكون هناك توافق بين الحكومة الشرعية وبين الإمارات. في الأخير هذا الصراع لن يستفيد منه لا اليمن ولا تستفيد منه الحكومة الشرعية، ولن يصل إلى أي نتيجة. طالما هناك صراع هو سيتحول إلى صراع مسلح، وصراع المسلح دائما أهل الأرض يكسبوه في الأخير. نعم، برأيك أستاذ فتحي يمكن ربط المشهد في سقطرة بما يحدث في جنوب البلاد؟ المشهد هو للأمانة مرتبط بشكل كبير فيما يحدث في الجنوب. الحكومة الشرعية هي من أخلت بالمعادلة جنوبا، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. الحكومة لم تسجل أي حضور منذ انتهاء الحرب، لم تفعل إداراتها، لم تفعل حضورها السياسي ولا الوطني ولا الوظيفي، وفتحت المجال للتحالف. التحالف لم ينزل من السماء ولم يخرج من باطن الأرض، التحالف جاءت به الحكومة الشرعية، وهي من سلمته كل مقاليد الأمور، هي من سلمته عدن، هي من سلمته شبوة، هي من سلمته حضرموت، هي من سلمته سقطرة. حتى وتأتي اليوم الحكومة لتقول أن هناك تجاوزات إماراتية. نعم هناك تجاوزات إماراتية، لكن أنتم من سمح للإمارات بأن تسيطر، وأنتم من سمح للإمارات بأن تمارس حالة ربما من العبث باتت كثيرون يصفون هذا الحضور. إذن من سمح للإمارات؟ من أطر العلاقة بهذا الشكل؟ من منح الإمارات كل هذا الحضور السياسي والنفوذ؟ الإماراتيين لم ينزلوا بالقوة ولم يأتوا دون ما إذن، بالعكس هم جاءوا بإذن الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية هي من تتحمل أي أخطاء في هذه العلاقة. لكن بالمجمل هذه العلاقة هي علاقة استراتيجية، هي علاقة بين طرفين كان ولا يزال ويجب حتى اللحظة أن تكون علاقة هادفة لأجل إنقاذ اليمن، إذا ما أريد فعلا إنقاذ اليمن. نحن نتحدث مثلا عن مدينة كعدن، لا كهرباء، لا مياه، لا خدمات ولا أي شيء. إذا ما هي أوجه التحالف بين الطرفين؟ إذا كان التحالف غير قادر حتى اليوم أن ينقذ مدينة بسيطة كعدن، ما الذي استفاده المواطن البسيط جنوبا من هذا التحالف؟ كل ما يراه هو مدرعات وأسلحة ومجنزرات وقوات عسكرية. الناس لا تريد هذا الشيء. نحن بحاجة إلى تصويب العلاقة والعمل سويا صوب استعادة الدولة اليمنية، صوب إنهاء الانقلاب، ومن ثم إذا كان للإمارات حضور سياسي أو اقتصادي أو حتى إقليمي يمكن أن ينظم هذا العمل أو هذه المطامع. أمر الحكومة الشرعية في الأخير، الإمارات هي حليف أساسي لليمن، لكن يجب أن لا يكون هذا التحالف ينقلب من تحالف وطني أخوي إلى تحالف يبسط سيطرته ويفرض سيطرته على الناس. لا الإمارات جادة الحقيقة في موضوع انفصال الجنوب، ولا هي جادة في موضوع حتى دعم الحكومة الشرعية. هذا ما أثبتته الأحداث الأخيرة، والجنوب للأسف الشديد وقضية الجنوبية ومطالب الناس تحولت إلى مطية. كل من جاء وتحدث وقال نحن سندعم الجنوبيين في موضوع الانفصال، وهو للأسف الشديد غير جاد في هذا الموضوع. هناك تلاعب كبير بالقضية اليمنية بشكل عام، بالقضية الجنوبية، بمطالب الناس، بحقوقها من كل الأطراف. لدينا شرعية
ضعيفة وهشة وهي أساس البلاء في اليمن، أقولها بكل وضوح وصراحة. لدينا حكومة شرعية مقبلها من القيادات الضعيفة التي أضعفت اليمن، لكن أيضا هناك الكثير من الأحرار اليمنيين في الحكومة الشرعية مثل رئيس الوزراء والوزير الميسري ونايف البكري وكثير للأمانة ترتفع بهم جباه الناس. لكن في الأخير هذه العلاقة يجب أن تحدد وأن يقوم فيها الاعوجاج وأن تتدخل السعودية باعتبارها. هل تستطيع السعودية في ظل الصراع الإقليمي الذي تتحدث عنه وسيطرة الإمارات على المشهد في الجنوب في سقطرة أيضا، هل تستطيع السعودية أن توقف أطماع الإمارات أو يعني تحد منها؟ دائما وابدا هي مشكله الاداره السعوديه او السياسه السعوديه انها تتدخل مؤخرا في كل الملفات السياسيه. السعوديه تدخلت يعني في اليمن بعد سيطره الحوثيين على كل شيء، وكانت تدخل متاخر. ما اخشاه اليوم هو ان تتدخل السعوديه بعد فوات الاوان في جنوب اليمن. الفرصه لا تزال سانحه ان تتدخل السعوديون، والسعوديون للامانه حضورهم جيد بشكل عام في اليمن، وهم يحاولون تجنب الشر القادم إليهم اليمن بسبب الانقلاب الحوثي. لكن إجمالا الحضور السعودي في جنوب اليمن لا يزال ضعيف جدا، وإحنا حذرنا وقلنا للسعوديين أكثر من مرة أن غيابكم عن الساحة السياسية اليمنية الجنوبية يعني سينتج لكم آثار سلبية كثيرة، وسيصل بكم الأمر في ختامه إلى أنكم ستدفعون ثمن كبير. وهذا ما أراه حاليا، السعوديين لا يتحركون بشكل إيجابي في اليمن، وللأسف شديد إذا وصلوا إلى هذه النقطة أنهم سيتدخلون متأخرا ربما لن يفيد أي تدخل، لأنه الأمر حاليا ربما يكون خارج عن إطار السيطرة. لكن لا يزال كثيرون يؤولون على الدور السعودي باعتبارها المظلة الجامعة والشاملة لكل دول التحالف العربي المتدخلة في اليمن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فتحي بالأزرق، رئيس تحرير صحيفة الغد، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وينضم معنا أيضا الكاتب والباحث أيمن نبيل عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أيمن. مساء النور أستاذ آسيا، أهلا بك. أهلا بك أستاذ أيمن. احتلال عسكري لجزيرة سقطرى ومدرعات إماراتية تسيطر على المواقع الحيوية في الجزيرة، كيف تتابع ذلك؟ تابع ذلك بشكل طبعا على المستوى الوطني بحكم أني مواطن، أرى ذلك جريمة ما يحصل. ولكن الأهداف الاستراتيجية للإمارات واضحة، السيطرة على البحر الأحمر والسيطرة على مداخل السياحة وعلى يعني الأماكن المهمة في اليمن، يعني معايا لان اهتمامين رئيسيين. الاهتمام الرئيسي الأول استراتيجي هو السيطرة على البحر الأحمر. طبعا جزيرة سقطرى موقعها مهم، قريبة من الساحل القرن الأفريقي، قريبة من الصومال، وتقع على تقاطع الممرات المائية وطرق الملاحة، وبالتالي وجود قوات عسكرية هناك ومحطات تنصت وإلى آخره، وما تقوم به الآن هي من بناء محطات تنصت وقواعد عسكرية وتواجد عسكري، يعطيها يعني موطئ قدم مهم في مسألة تأمين البحر الأحمر ونفوذها الاستراتيجي في المنطقة في الإقليم بصورة عامة. إذن يعني من خلال هذه النقطة، هل يسمح لها دوليا بالبقاء إذا ما أحكمت السيطرة فعليا وأمنت هذه النقاط التي تحدثت عنها؟ يعني طبعا دوليا هنا علينا أن نحدد ماذا نقصد. نقصد مثلا في القانون أو في المسائل القانون الدولي أو كذا، المجتمع الدولي ما دام يعني على المستوى المجتمع الدولي في النهاية المصالح. يعني الإمارات طبعا بالتأكيد نفوذها الموجود الآن في البحر الأحمر ليس نفوذا رغم أنف المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي طبعا هذا تسمية مخادعة، نقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا وإقليميا إسرائيل، دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي ما تقوم به الآن يحصل تحت موافقة وبتنسيق عالي جدا. نجد الآن مثلا التنسيق العالي بين الإمارات وإسرائيل والعلني الذي ضرب بآخر أشكال يعني شكليات الخطاب العربي التي امتدت طوال 50 سنة ضربت بها عرض الحائط، وتتحدث علنا عن مشاريع سلام وعن تنسيق، وهناك أيضا حملات يقودها السفير الإماراتي في أمريكا لترويج هذه العلاقة وتسويقها، وجر السعودية أيضا أو التوسط لجعل السعودية تدخل في هذا المضمار، مضمار التنسيق العلاقات مع إسرائيل، والسعودية فعلا دخلت في هذه العلاقة وفي هذا المشروع.
وبالتالي ما تقوم به الآن الإمارات يتم تحت موافقة وتعاون كبير بين بين قوسين المجتمع الدولي وإسرائيل. هذا أولا. ثانيا هناك أيضا تنسيق عسكري موجود في البحرية، يعني تواجد الإسرائيلي في البحر الأحمر له فترة طويلة، وبالتالي التحركات الإماراتية لن تحدث إلا بتنسيق عالي مع الإسرائيليين ومع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن على مستوى القانون الدولي وعلى مستوى، طبعا لست خبيرا في القانون، ولكن هذه أمور شكلية مهمة، يعني أمور أساسية، أنه ما دام هناك قوات عسكرية بموافقة من الحكومة المعترف بها دوليا، هنا المجتمع الدولي لا يستطيع أن يعني حتى أن يتذرع بوجود احتلال، وهذه هنا هي المشكلة. نعم، ربما هذا ما تستغله الإمارات. إذن للتاريخ أستاذ نبيل تجارب وشواهد عديدة حول يعني السيطرة، محاولات الدول الكبرى للسيطرة على بعض البلدان أو السيطرة على الشعوب. هل يمكن أن تتحول الإمارات لبلد احتلال؟ في الحقيقة هي تحولت فعليا إلى بلد احتلال، تحولت إلى بلد احتلال في اللحظة التي قامت علنا برفض الحكومة المعترف بها. لهذا مثلا القواعد العسكرية الموجودة في كثير من البلدان صحيح أنها تنتقص من السيادة، ولكن لا تعتبر احتلالا، لأنها تأتي بموافقة، أولا بموافقة الحكومات والأنظمة، أنظمة الدول، ولأنها ثانيا تعترف بهذه الأنظمة. ولكن عندما تتواجد قوات عسكرية في مكان ما في دولة ما ولا تعترف بالحكومة ولا تعترف بالنظام، هذا هو الاحتلال. ماذا يبقى الاحتلال إذن؟ وبالتالي فعليا يعني هناك يعني احتلال واضح، إماراتي واضح، للبلد، لجنوب اليمن وللجزر اليمنية، وجزر كثيرة على فكرة، ليس فقط سقطرة. هناك قبل فترة في العام الماضي كان هناك أحاديث من مصادر موثوقة أن هناك قوات عسكرية إماراتية موجودة في جزر في الساحل الغربي في البحر الأحمر. وبالتالي بالتأكيد يعني الإمارات الآن قوات احتلال، ولكن ما يجعلها يعني ما يجعل وجودها لا يقابل بهذا الشكل أمور كثيرة، طبعا من ضمنها المجتمع اليمني نفسه، يعني انهيار المجتمع وتفرق الهويات وعدم وجود سقف وطني، قوات يعني أحزاب وقوى سياسية، يعني لحد الآن هناك يعني أحزاب كثيرة تتنابز وتختلف في توصيف دور الإماراتي في اليمن. ناس يقولون نحن ما نتدخلش، وناس يعني هذه أحزاب سياسية يمنية، المفروض أنه يعني السيادة وسيادة البلد، هذا خط أحمر مهما كانت الاختلافات السياسية، ولكن ليس لدينا نحن قوات أو قوة سياسية لديها سقف وطني أو أرضية وطنية. وهذا أولا. وثانيا طبعا دور الحكومة الشرعية، يعني الحكومة الشرعية إلى حد الآن لا تزال تتعامل مع الإمارات باعتبارها طرفا يمكن إدارة الخلاف معه، كما تفضل ضيفك السابق، وأنا أختلف معه. نعم، لكن هناك من يتخوف أو نعم أستاذ نبيل، يعني هناك من يتحدث أو يتخوف عن أن يعني أن لا تثمر في الإمارات في السيطرة، ولكنها تقوم على خلق كنتونات عسكرية لمجابهة وجود الدولة. هي فعلت ذلك، وفعلت ذلك حتى الدولة الهشة، يعني جابهت الدولة الهشة في يناير من العام الماضي، من هذا العام الجاري، يعني في هجوم المجلس الوطني الانتقالي وقوات الحزام الأمني على قوات تابعة الوية تابعة للرئاسة وللحكومة في عدن. يعني حتى التواجد البسيط والهش والذي يعرف القاصي والداني أنه لا يفعل شيئا، الإمارات حتى ترفضه، تريد كل شيء لها بشكل كامل وتام، يعني حتى أنها لا تجمل وجودها وتجعل احتلالها يعني ذا وجه حسن أو يأخذ سبقة التنسيق. هناك غطرسة وكبر واحتقار للآخرين، شيء يعني مبالغ فيه وشيء غير مقبول. ولكن الحكومة الشرعية إلى حد الآن لا تزال تتعامل مع الموضوع أنه ممكن إدارة هذا الموضوع بالتعاون مع السعودية، والسعودية واضحة تماما في هذا الأمر أنها مع الإمارات وليست مع النظام اليمني. هذا واضح منذ يعني منذ العام الماضي، عندما تأتي قوات أجنبية، هي صحيح قوات عربية، نحن نأسف يعني أن نقول هذا الكلام، ولكن في النهاية قوات أجنبية موجودة منعت طائرة رئيس الدولة من أن تهبط في مطار في بلده، يعني السعودية لم تفعل شيئا، وبالتالي المراهنة هذه مراهنة خاسرة، وتدل فعلا على يعني مستوى من يحكموننا الآن أو من يمثلوننا رمزيا أمام العالم. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن نبيل الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. وينضم معنا أيضا الأستاذ عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مساء النور، أهلا وسهلا بكم وبكل المشاهدين الكرام.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني هل يمكن أن نقرأ التحولات التي ممكن أن تنشأ بسبب الصراع الحاصل سواء إقليميا أو على المعركة في الداخل؟ بالنسبة لقضية سقطرة؟ نعم طبعا القضية غير منفصلة عن ما حصل ويحصل على أرض الواقع، وبالتالي هذا الحدث هو مرتبط بعوامل سياسية وعوامل لا ميدانية حصلت خلال الأيام الماضية، وعند ربطنا بها يعني نتوقع مثل هذه الأحداث. فهناك إشكالية كبيرة يعني حدثت بالنسبة للإمارات العربية المتحدة على الأرض، وهي فشل فريع في مناطق تحرير الساحل، خاصة وأنها يعني مر عليها أكثر من عام وهي تريد أن تتحرك لمنطقة الساحل، وحاولت أن تحصل من السعودية حليفها على أكبر قدر من الضوء الأخضر لتشكيل كتائب خاصة بها من حراك تهامي، ومن ثم بعد ذلك كتائب محافظات الجنوبية، وبعد ذلك تشكيل ميليشيات عسكرية لطارق صالح، وفشلت فشل ذريع. وكانت ردة الفعل عنيفة جدا في موضوع سقطرة، خاصة وأنه سبقوا إعلان تشكيل تيار جنوبي جديد قد يقضي على المجلس الانتقالي الذي رأته خلال الفترة الماضية. فأعتقد هذا واحد من العوامل وليس كل العوامل، وهناك عامل آخر هناك يبدو واضح أنه خلاف بين شركي تحالف السعودية والإمارات، وإن لم يظهر الآن أو حتى قد لا يظهر متأخرا وقد لا يظهر نهائيا على الصف، لكن هناك بوادر ووضوح في أن هناك أزمة بين شركي تحالف. نعم إذن أستاذ عبد السلام، يعني هل نتوقع يعني في مقبل الأيام أن تخرج الإمارات من التحالف فيما إذا ضغطت الحكومة تجاه ذلك؟ طبعا أولا عندما نتحدث عن التحالف العربي من الصعب جدا أن نقول أن اليمن قبلت بالتحالف العربي معناها قبلت بالسعودية فقط، هي قبلت بشركاء السعودية أيضا، وبالتالي هذا الأمر مرهون بالمملكة العربية السعودية خروج الإمارات وليس مرهون باليمن. أما اليمن أعتقد إذا أرادت أن تنهي التحالف يعني تدخل التحالف العربي فهي ستنهي كاملا، ولا أعتقد أنها قادرة أن تطلب بإخراج الإمارات فقط، لأن هذا الأمر عائد أيضا على قيادة التحالف العربي كونه هناك تحالف من أكثر من دولة وليس دولة واحدة. أنا أتوقع أن الإمارات أخذت حظها من موضوع اليمن، وبالتالي لم يعد وجودها مجدي بالأساس على الأرض، خاصة وأنها إلى حد الآن فشلت في التقدم إلى مناطق الساحل تماما إطلاقا، وثانيا شكلت عبء كبير على الأرض مما جعل اليمنيين ينظرون للتحالف على أنه احتلال وليس داعم للشرعية. ثالثا أن الإمارات أيضا شوهت بسمعة التحالف العربي دوليا باعتبارها قوة غازية وليست قوة محررة، وأيضا بدأت تقدم مصالحها على مصالح التحالف العربي اللي هو الأمن الإقليمي الذي يتعلق بإنهاء تواجد الميليشيات واستعادة الشرعية، خاصة أن الإمارات لا تتواجد لها حدود على مع الشمال في خاصة بذات مناطق السيطرة الحوثية، وبالتالي هي لا يهمها بقاء الحوثي في الشمال على حدود السعودية، وهي يهمها موانئ الساحل وأيضا السيطرة على الجزر والسيطرة على النفط والطاقة في اليمن كما حددها تقرير لمركز أبعاد صادر قبل تقريبا شهر. نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. أشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.